نخرج بقى من ما يحدث في تركيا وفي سوريا وفي العراق وداعش وأخبارها، ونروح لخبر تاني، خبر كان حاضر ومتكرر على مدار الساعات الماضية. نخرج من الصراعات اللي بتحصل بسبب الناس اللي بتموت بعض وما يحدث في الشرق الأوسط، ونروح بقى لناس بتموت بعض على حاجات تانية، أو مش بتموت بعض، على صراعات وحقوق تانية. المطربة العالمية تايلور سويفت اللي أجبرت شركة أبل العالمية إنها تغير مخططها للخدمة الجديدة اللي كانت هتطلقها بصورة مجانية في البداية، وبتتيح للمستخدمين إن هم يسمعوا ويحملوا المقاطع الموسيقية اللي هم عايزينها، على أساس إن المستخدمين يبدأوا يدفعوا مقابل مادي للخدمة دي، ولكن بعد 3 شهور من الاستخدام. تايلور سويفت اعتبرت إن ده بيجور على حقوق صناع المزيكا، وأجبرت شركة أبل العالمية بعد تغريدة واحدة بس على تويتر إنها تغير سياستها، وكمان تخلي الخدمة مدفوعة للفنانين وصناع الموسيقى. الجارديان البريطانية اتكلمت عن الواقعة دي وعملت واستغلتها وعملت تقرير مطول عن تاريخ حقوق الملكية الفكرية للأعمال الموسيقية والغنائية من نشأتها ومن ساعة نشأة فكرة حقوق الملكية أصلا، وشرحت دور الإنترنت في تسريب مقاطع شبه مقرصنة وغير مدفوعة. لكن عندنا في مصر مطربة المصرية الشابة فيروز كراوية ناقشت الموضوع من عدة زوايا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت في كلامها وفي مدونتها، وهنقرا لكم منه جزء قبل ما تبقى معانا دلوقتي على الهوا. بتقول ان المؤشرات بتتكلم على ان صناعة المزيكا وانتاجها بينهار في العالم كله، لان صرف مبلغ أكبر من العائد هيكون سيد الموقف، وهتبقى المزيكا وسيلة لتدوير شوية فلوس قليلة لصالح شركات الاتصالات والبورتلز بتاعتها، وعائد شحيح هيرجع للفنانين منتجي العمل، الغير طبعا مناقشة التغيير اللي هيحصل في جماهيرية الفنانين وعدد الحفلات اللي هيعملوها نتيجة توفر المزيكا بكثرة وبفلوس قليلة جدا على الانترنت. وبالتالي اللي مش هتجيله فلوس من الانترنت وحقوق الاداء العلني تكفيه، مش هيقدر ان هو يشتغل وينتج تاني عندنا. واللي بيتحصلوا على اي مقابل اداء علني او استخدام اغانيهم في الراديو والتلفزيون والحفلات والاماكن العامه هم نوعين: كبار الفنانين اللي رحلوا عن الدنيا من سنين لكن سبب شهرتهم الكبيره واستخدام اعمالهم بكثره صعب تجاهلهم، ولسه بتدفع لوراثتهم شويه فلوس. والنوع الثاني عدد قليل جدا من اللي ليهم اغاني كسرت الدنيا وبقى صعب تجاهلهم برضو ولازم مرادتهم، وغير كده الباقي مطلوب منه ان هو يستمر في العمل ويفضلوا ياخدوا اغانيه غصب واقتدار. خلونا نفهم الفكره اكتر من المطربه المصريه الشابه فيروز كراويه. صباح الخير يا فيروز. اهلا بك يا ساره، ازيك؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه وكل جمهورك طيب. فيروز، ممكن تشرحي للمشاهدين يعني بشكل مبسط فين المشكلة؟ هو ببساطة الموسيقى طبعا، سوري أنا بسمعك. الأغنية زي ما احنا عارفين هي عمل جماعي بيشترك فيه عدد من المبدعين. الفكرة انه ما فيش حد، حضرتك لو استمر لو استمرتي تشتغلي شغل بدون عائد صعب تستمري فيه ببساطة. فاللي حاصل دلوقتي في سوق الموسيقى في العالم انه في زي ما شفنا ابل كده، انه هي قررت انها بتشتري المحتوى الموسيقي من الفنان وبتحترم حقوق اداء المؤلف والملحن والموزع ايا كان. لكن الفكرة اللي هم بيناقشوها بره دلوقتي ان المحتوى عموما بقى متاح بشدة. في حضرتك بتفتحي كل يوم بيبقى قدامك اغاني جديده، ففرصه الفنان ان هو يعني زي زمان مثلا ان احنا نقدر نعرف الفنانين ونتابع اعمالهم ونبقى مركزين مع فنان معين بنستنى الجديد بتاعه او حاجه زي كده، دي بتقل لان احنا طول الوقت عندنا جديد. طيب الناس اللي بتتعب في شغلها وبتقدم اعمال او كده، يعني انا اصلا كتبت البوست ده بمناسبه ان انا كنت امبارح بتصحر في مكان لقيت فجأة في وسط الأغاني اللي شغالة أغنية بتاعتي، أغنية أنتجت من 4 سنين. فأنا المفروض المتوقع للفنان إن هو ليه عمر بيعيشه بينتج، وبعد كده بيتوقف عن الإنتاج أو ما بيبقاش مشهور زي الأول أو ما بيبقاش ناجح زي الأول،
فرصيده اللي هو عمله وسابه ده المفروض ان هو ينتفع بيه، يبقى عنده حق الاداء. فاحنا لما بنتكلم مثلا على المساله بتتنظم ازاي عندنا، المساله بتتنظم بالدراع. يعني انا بسمع اغنيتي على الراديو، لو كلمت محطة الراديو قلت لها طب حضرتك بتذيعي الأغنية دي كذا مرة، لا هو ممكن كمان يبقى فيه مشكلة يعني إنه فيه بالعكس حرية للشاعر اللي عاملها، إنه ممكن يتم التعامل على إنه ده أنا لو مش عايزة أشيلها لك. ليه؟ لأنه أنا مطربة واحدة، لكن هي ما تقدرش تعمل ده مع شركة عندها 1000 أغنية لمطربين مختلفين. فالشركة اللي بتورد لها أو بتدي للإذاعة مكتبة كاملة ليها بيعملوا لها شويه حقوق اداء، وحقوق اداء جزافيه يعني متقدره بطريقه مش مظبوطه، يعني اللي هو ايه خدي دول اخر السنه وخلاص وزعيهم على المطربين اللي عندك، ده اللي بيحصل يعني. طيب فيروز، دي بتتنظم ازاي؟ فيروز مساله اي عمل فني اغنيه بتنتج زي اي سلعه بتاخد اللي هو بنسميه السيريال نمبر، البار كود اللي حضرتك بتشوفيه زي السوبر ماركت، يعني تشوفيه على علبه اي حاجه بتشتريها. بيبقى عندي طريقه كمبيوترايز سيستم موجود بيقدر يتابع الأغنية دي بتنزل فين، في راديو ايه، في التلفزيون كم مرة، في على الانترنت كم مرة، وهكذا. فأعرف بالضبط المطرب ده والمؤلف والموزع حقوقه ايه، ومين فعلا اللي أغانيه بتتذاع أكتر ومين أغانيه بتتذاع أقل. لكن احنا في الوضع الحالي بنصرف على المزيكا لكن ما بناخدش منها عائد برغم انها ممكن تكون بتتذاع. طيب فيروز تفتكري امتى ممكن نهتم بمساله حقوق الملكيه الفكريه؟ ويعني احنا شايفين ان دول العالم اديب بتكلمي عن مطربه ممكن يكون مش يعني اكيد يعني المحتوى اللي هتاخده ابل مش هتحتاج فلوسه، مش هو ده اللي هيضيف لها، ولكنها هي بتتكلم عن مبدا، يعني اكيد تايلور سويفت بتتكلم عن ليه يعني الفرق ده حصل ازاي وحصل امتى وليه؟ هو اولا دي يعني الفرق اللي انا لفت نظري جدا انه زي ما حضرتك قلت دي واحده مش محتاجه لكنها وصلت صوت فنانين كتير جدا تحتها واصغر منها واقل شهره وخلت شروطهم تتفرض. انا في نفس السياق ده في اجتماع حصل في امريكا بين عايز اقول لك مادونا، بيونسي، شاكيرا، جاي زي، فارل ويليامز اللي هي اسماء مليارديرات. احنا بنتكلم الناس دي وقفت وقالت الموضوع ده هيهدد الفن لان احنا بقينا عباره عن خلفيه، يعني المزيكا بكل اللي بيبذل فيها بكل الابداع بكل الجهد بقت عباره عن خلفيه لشويه بورتلز على الانترنت عايزه تكسب فلوس. فانا كفنان عملي ما بيتقدرش وما بيتقدرش بالكواليتي الفنيه اللي فيه وهكذا. يعني ببساطه انا جه في دماغي انه هل ممكن، يعني مع احترامي، هل ممكن فنان مصري كبير أو عدد من الفنانين المصريين الكبار هل ممكن يجتمعوا؟ إحنا عندنا قانون ملكية فكرية على فكرة، وفي مادة لإنفاذ هذا القانون، المادة دي لم تفصل ولم تتم تفعيلها، والناس بتروح تقابل، يعني عايز أقول لحضرتك بتقابل رئيس جمهورية، رئيس وزراء، رئيس وزير ثقافة، جميع هذه الأطراف ما بتقدرش تاخد القرار بتاع إنفاذ هذه المادة، يعني في قانون ملكية فكرية في مصر بالفعل. لكن ده محتاج انه انتصار لحق المبدعين على 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 تنازلات من محطات، يعني انت لازم كفنادق، كاماكن عامه، كحفلات بتلعب الاغاني دي، كبارات، ك يعني تلفزيونات، راديوهات، لازم تفهم ان هي ما ينفعش تبقى مستحله كل الماده الفنيه بالطريقه دي وما فيش حد بيحاسبها. فهل طيب انت شايفه انه ايه، يعني انت بتقولي انه في بالفعل قانون، طيب ايه الخطوه اللي ناقصانا انه يتم تفعيله وانه يتم احترام هذا القانون؟ لازم يفصل، لازم ابقى عارفه مين الجهه المسؤوله عن انفاذ هذا القانون، يعني لازم احدد مثلا هل جمعيه المؤلفين والملحنين هي الجهه المنوطه بده؟ هل وزاره الثقافه؟ هل وده مش محدد، مين عنده قوه شرطيه لانفاذ ده؟ مين اللي هينظم العلاقه بين القنوات والجهات المستغله المزيكا والفنانين؟ ولازم ادي باور للجهه دي قانوني. ولازم اعمل نظام اللي هو زي ما بقول لحضرتك اللي هو متابعه، النظام التراكنج سيستم ده المتابعه للاعمال. طيب ده ما يخوفكيش كفنانه شابه انه مثلا عدم اذاعه اغنيه ليكي في قناه او في محطه زي ما انت بتقولي بسبب حقوق الملكيه الفكريه او بسبب ان القناه او المحطه دي مش قادره انها تدفع حق الاذاعه
ان ده يأثر على الانتشار للفنان؟ ما هو الفكره اصلا الانتشار حاصل لانه الاغاني بتتاح كده ولا كده على الانترنت. يعني الفكره انا اغنيه موجوده على اي تيونز او على الابلكيشنز دي باسعار زهيده للي عايز يسمعها، لكن ما ينفعش انه محطه بتستفيد من اعلانات، بتستفيد من حاجات اكبر، او مطعم، يعني حضرتك المطعم ده بيحقق عائد، فما ينفعش ان هو يبقى المزيكا عنده خلفيه وبيستغلها وبيكسب فلوس. كمان في حاجه تانية، ان انا ممكن اهدي اغنيتي للمحطه اذا في اتفاق بيني وبينهم، لكن ما يبقاش الموضوع بتجاهل ارادتي، بتجاهل العمل، بتجاهل ان هم يخبوني، ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم. هو موضوع يبان، عندي اغنيه بتتسمع سوري لا كنت هقول لك ان هو موضوع يبان يا فيروز انه موضوع بسيط وسهل وفيه رفاهيه، ولكن هو حقيقه موضوع مهم جدا، لانه في ناس كتير ورا، مش بس كمان المغني، في اللي ألف الكلمات وفي اللي لحن وفي ناس اللي اشتغلت، فانت بتتكلمي عن حقوق ناس كتير ورا هذا العمل وهذا المنتج اللي خرج. انا عايزه اشكرك فيروز كراويه على انك اثرتي هذا الموضوع، وبالرغم من وجود قوانين بالفعل نتمنى انه يتم تفعيلها، نتمنى انه يتم تحديد ايه الجهه اللي تطبق هذا القانون اللي هو موجود بالفعل زي ما فيروز كانت بتقول لنا.